لم يفكر بمردود مالي أو مصلحة شخصية، لكنه أراد أن يكون الحي السكني الذي يسكنه جميلا وملونا بالساحات الخضراء والزهور. أبو رعد الرجل الستيني لم يقلل من عزيمته كبر سنه وحاجته إلى الراحة، بل أصر واجتهد شهورا طويلة بمفرده ليحول مكب النفايات إلى حديقة كبيرة وجميلة بهذا الشكل في أحد الأحياء السكنية وسط الديوانية. جمع مال مي، بعدين صارت قصبة كلش تخينة عالية، بعدين المنطقة راحت للبلدية، اشتكيت طموها الساحة كلها. أنا أطلع لها وهي صلاة الصبح، أطلع لها أظل بها 5 ساعات. والله لا قعدت الصبح وشفتها، خاف أقول لك أبالغ بالكلام، ويبيتي تساوي ويبيتي أرتاح نفسيا. حسها وطنك هاي الثاني؟ أي أحسبها وطني وأحسبها مثل ما حديقتي ببيتي. أهالي الحي تحدثوا عن حبهم الكبير للرجل الذي نذر الوقت والجهد لراحتهم، بل شجعهم على الاهتمام بحدائق منازلهم لما لها من منظر جميل وتأثير بيئي ونفسي على الحياة العامة والشخصية. هذا المكان أكثر من 100 نخلة بيها هسه موجودة، هاي الورود، حديقة مرتبة للمنطقة جميعا، احنا مستفادين بعدها كمنطقة. احنا هسه حضر تجوال وكذا نيجي بيها نرتاح، نغير جو، نتنفس بيها. غياب الاهتمام الحكومي لا يعني الاستسلام لسوء الخدمات وانتشار التصحر والنفايات في الأحياء، هكذا يقول العام أبو رعد، ونحن نصدق ما يقول. حتى لا الحكومة ما اهتمت بيها، المنطقة تهتم بيها، وهي للمنطقة، هي للمنطقة وراحت المنطقة هي. من الديوانية محمد حسن، يو تي في.